من أجمل الأشياء أن تجد إنسانا لا تعرفه يقدم لك في وحشة الأيام زهرة، وأن تجد وأنت تمضي وحيدا من يضيء لك في الطريق شمعة. لقد اعتاد الناس في زماننا أن يجتمعوا حول مائدة المصالح، إذا كان لهم شيء عندك فهم حاضرون، وإذا لم يكن لهم شيء فهم غائبون، وأصبح هذا هو قانون العلاقات الإنسانية، وأصبح الأفراد يتعاملون الآن بمنطق العلاقات الدولية من أجل المصالح، نتجاهل المبادئ، ومن أجل الغايات نفعل كل شيء. إن حكومات العالم تختلف بعرض الكون وتتفق في لحظة حول صفقة أو مواجهة أو مؤامرة، وكذلك الناس يمكن أن تجد على مائدة المصالح أشخاصا يوزعون الابتسامات والقبلات، وتحت الموائد نجد سهاما ودماء، وفي وسط هذا المناخ القبيح يسعدك أحيانا أن تجد يدا تمتد إليك وسط الزحام وتعطيك وردة. قد لا ترى من هو صاحب هذه اليد، ولكنك ترى الوردة وتسعد بها دون أن تعرف صاحبها. إن رسالة صغيرة يمكن أن تحمل لك إحساسا عميقا بالسعادة، يمكن أن تشعر من خلالها أن أشعة الشمس ما زالت تدور، وأن ضوء القمر يتسلل في ليل الأحزان الطويلة، وأن معادن الناس وإن كان أغلبها رديئا إلا أن بينها قطعا من الماس تشرق أحيانا في السراديب الموحشة، وفي أكثر اللحظات تشاؤما تجد نقطة ضوء بريئة تتسلل كالصبح، فتملأ الأيام بهجة وأمانا. بعض الناس الذين لم أقترب منهم كثيرا أسعدوني بهذه اللمسات الصغيرة الحانية، بطاقة صادقة في مناسبة، كلمة عابرة في الطريق، نظرة عرفان لا ثمن لها، كلمة تقدير بلا غرض أو هوى. هذه الأشياء الصغيرة التي تشعر بها دون ترتيب أو إعداد أو مقدمات تحمل لنا بعض الجوانب الخفية التي نشعر بها أكثر مما نراها. قد تعيش مع إنسان سنوات طويلة وتنتظر منه كلمة جميلة، وحين تسمعها من شخص آخر تتمنى لو جاءت مع هذا الشخص الذي عشت معه. وفي بعض المناسبات تنتظر صوت إنسان وتتدفق عليك أصوات من كل نوع، ولكن الصوت الذي تنتظره لا يجيء، وتتمنى لو سمعت هذا الصوت وأغلقت التليفون ورحت في نوم عميق. والشيء الغريب أن تتمنى شيئا مع شخص تحبه ويبقى هذا الحلم في دائرة المستحيل، ثم تراه بين يديك مع شخص آخر، وهنا تكون مفاجآت الأقدار تعطينا أحيانا ما لا نريد وتسلبنا ما كنا نريد. جاءتني يوما امرأة غاية في الجمال والرقة، تحب زوجها حبا مجنونا بينما هو يحب امرأة أخرى، وحكت لي حكايتها مع أصدقاء زوجها الذين يحسدونه عليها، وهو غارق في حب امرأة أخرى. وهذه الأقدار الغريبة تشعرنا بالتعاسة والحزن،
إن أشد لحظات الألم أن تسمع كلمة جميلة من شخص ما، بينما هنالك إحساس عميق داخلك يتمنى لو سمعتها ممن تحب. إن المرأة على سبيل المثال تسمع حكايات كثيرة من الإعجاب بها والغزل فيها، ولكنها تتمنى كلمة حب من رجل تحبه، والرجل لا تعنيه أبدا عشرات الوجوه الجميلة التي تحيط به، لأنه يرى في كل وجه منها عيون حبيبته التي يتمناها. من هنا تبقى مشكلة محطات السفر، لا يعنيك أبدا أن ترى وجوها كثيرة في قطار يسير عكس الاتجاه، مهما طال الوقت فسوف يمضي كل منكم في طريق، ولكن المهم أن يجمعنا قطار واحد مع من نحب في طريق واحد. نساء الدنيا لا تغني عن امرأة سكنت القلب وفرضت عليه سلطانها، وأعلنت فيه الأحكام العرفية، وصادرت كل الصحف والمجلات، وأغلقت المجالس النيابية، واختارت الدكتاتورية وحكم الفرد طريقا لها. لا حرية مع الحب.